السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو حمودي المصري من قناة أبو حمودي المصري. ده عمود اللي هو الحلزوني، ده نص عمود يعني احنا عملناه. طبعا زي ما انتم شايفين انا انصور لكم من كل ناحية. ده الفينيش بتاع العمود زي ما انتم شايفين اهو، بس معلش الاضاءة عشان الشمس وايوه او بدأت تظهر الاضاءة كويس. ده نص عمود حلزوني معمول قدامي على السلم بتاع مدخل البيت عندي. فان شاء الله هنكمل باقي الفيديو ان شاء الله عز وجل في طريقة البناء، يعني اللي حابب يكمل ويتابع وعايز يعرف ازاي يتبني يكمل معي على الفيديو. تفضلوا معي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ إن شاء الله نعمل عمود دوران حلزوني. طبعا ده الدوران ده هيبقى على سلم، فلازم ترفع منسوب السلم. بسم الله كده هنبدا ان شاء الله. نبدا العمود الدوران ازاي انت بتبداه وازاي بتعمله. اعتبر اللي اتبنى ده كله دي ارض مستويه، يعني كانك لسه بادئ على الارض. انا بنيت الكم دماغ دول عشان ايه؟ اساوي العتبه بتاعت السلم، لكن انت لما تيجي تشتغل ابدا على طول. بسم الله. طبعا دي الفورمه انا عاملها من الخشب. طريقه بسيطه جدا ان انت تعمل الفورمه دي. الفورمه دي ان انت هتاخد خشبه كده وخشبه كده، دي زاويه، وتحط الزاويه اللي فوقيها. هتاخد هنا الزاويه دي هتخليها مثلا سنتي ونص، وهنا سنتي ونص، وتقيس من اول هنا لغايه هنا 30 سنتي وتاخد سنتي ونص، ومن اول هنا لغايه هنا 30 سنتي وتاخد سنتي ونص، ونتوكل على الله. بسم الله. بسم الله. هتحط كده الخشبه بتاعتك وتتوكل على الله. كان ناوي يخلصونا. ماشي، هو شوية مية ساقعين أبو حمودة يا حبيبي. بس دي أحسن من الأول أبو. تمام. بعد كده هتطلع برضه في اي منحوشه من الزاويه. طبعا مش لازم تعمل الزاويه خشب، الافضل ان انت تعملها المونتان. المونتان طبعا افضل واخف واقوى يعني.
تمام. الله ينور عليك يا عم.